من الأمور المهمة اللي لسه ماشيين معاها وعايشينها دورة الترقي. النهاردة هتقام مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورة الترقي المؤهلة لدوري نايل. خلاص منتظرين الفريق المتبقي اللي بيصارع، اللي بيحاول، اللي فيه منافسة شديدة جدا عشان نعرف مين الفريق اللي هيكون متواجد في دوري نايل الموسم القادم. مباريات اليوم هتكون في دورة الترقي الجولة الرابعة كالتالي: منتخب السويس هيواجه حرس الحدود الساعة 5 مساء في نفس التوقيت طبعا عشان مبدأ تكافؤ الفرص. سبورتينج هيواجه الترسانة الساعة 5 مساء. المباراة الأولى هتجمع منتخب السويس مع حرس الحدود في ملعب السويس، مواجهة قوية، فرصة أخيرة لمنتخب السويس اللي معاه في رصيده نقطة وحيدة من تعادل مع الترسنة وخسارة أمام حرس الحدود. قبله سبورتينج بهدف دون رد مع مدربه الكابتن سعد فاروق. في المقابل نادي حرس الحدود مع 7 نقاط في صدارة جدول الترتيب عنده فرصة كبيرة ان هو يقرب خطوة أكبر أيضا للتأهل لدوري نايل. لو كسب النهاردة لعب 3 مباريات، فاز على الترسنة 3-2 خارج ملعبه وعلى السويس 1-0 في الجولة الثالثة، وتعادل مباراة وحيدة مع سبورتينج بدون أهداف. المباراة الثانية هتجمع سبورتينج مع الترسنة في ملعب الماكس، والفريقين معاهم 4 نقاط أيضا، والفوز أكيد هيدخل كل منهم في المنافسة بقوة على التأهل، لكن اللي أكيد التعادل ممكن جدا مع فوز الحرس يبعدهم بشكل كبير عن تذكرة التأهل الوحيدة من دورة الترقي.